دلوقتي مشاهدينا هنروح لخبر مهم جدا، وهو خبر مؤسف اللي حصل النهاردة صباحا. كان اندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، وللأسف الخسائر كانت كبيرة جدا، لكن الحمد لله تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق بعد إجراء عمليات تبريد وتتبع لمناطق اندلاع الحريق، وذلك لمنع امتداده إلى المجاورات. خلونا نعرف مشاهدينا تفاصيل أكتر عن الحادث. معانا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الجعفري، صحفي الحوادث بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك سمعني أستاذ أحمد؟ أعتقد أننا فقدنا الاتصال. إحنا إن شاء الله نعاود الاتصال تاني بالأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد رجع لنا. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد الجعفري، الصحفي باليوم السابع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك وأهلا بكل المتابعين. طيب حضرتك تابعت الحدث، وهو هذا الحريق الهائل في مصنع مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية في أبو رواش، حضرتك تابعته إزاي وكيف كانت الآثار المترتبة بشكل عام؟ هو في يعني نقدر نقول في بداية الأمر الحادث بدأ في حوالي من الساعة 8 للساعة 8:30 الصبح النهاردة. تمام. الأهالي في المنطقة المجاورة بالمصنع و الحراس المسؤولين عن تأمين المصانع المجاورة في المنطقة، كلها منطقة صناعية. لاحظوا يعني ظهور يعني كثافة دخانية كبيرة في السماء، وبيبصوا بلاقوا النيران مشتعلة في مصنع لصناعة المواد الكيماوية. جريوا على طول على المكان اللي حصلت فيه الواقعة، وحاولوا في البداية ان هم يسيطروا، ولكن طبعا النيران كانت مشتعله بشكل كبير، خاصه ان المصنع زي ما قلت لحضرتك هو مصنع يعني لصناعه المواد الكيماويه، فبالتالي دي مواد بتساعد على الاشتعال، فهم ما كانوش قادرين طبعا هم يسيطروا او ما قدروش بامكانياتهم البسيطه. اجروا اتصال طبعا برجال الحمايه المدنيه. نعم. اللي وصلوا مكان الحادثه يعني تم الدفع بحوالي 10 سيارات اطفاء وعدد من سيارات الاسعاف، وبداوا ان هم يتعاملوا مع النيران يعني منذ الساعات الاولى من اشتعالها يعني. نعم. طيب هل الخسائر كانت كبيره يا فندم؟ هي الحمد لله نقدر نقول ما فيش خسائر بشريه، ما فيش اي اصابات، لان زي ما قلت لك في بدايه الكلام الحريق بدا من الساعه 8 ل 8:30 في الفتره ديت. نعم. والمصنع بيبدا شغله من الساعه 9، فبالتالي ما كانش في حد متواجد بالداخل من العاملين، ويعني نعم. نقدر نقول دي اراده ربنا سبحانه وتعالى يعني شاءت دون اصابه احد او شاءت دون وجود احد من العاملين في المكان. وبس الخسائر كلها هي خسائر ماديه، مفيش حصر دقيق للخسائر الماليه، ولكنها مقدره بالملايين طبعا، لان زي ما حضرتك عارفه المصنع على مساحه كبيره جدا، وموجود فيه مواد خام بتستخدم في صناعه المواد الكيميائيه وغيرها، فده طبعا يعني الخسائر مقدره بالملايين، ولكن الخسائر النهائيه جاري حصرها حتى اللحظه من جانب الحمايه المدنيه ومن جانب جهاز التحقيق. رائع. في إطار محاولات البحث عن ملابسات وأسباب هذا الحريق، هل تم تحديد أسباب الحريق؟ طيب هي المؤشرات الأولية بتقول إن وراء الحريق ناس كهربائي، ولكن ناس هل كهربائي. ده المؤشرات الأولية، ما بنجزمش بدوت دلوقتي. نقدر نقول أنت السبب بعد ما رجال المعمل الجنائي هم طبعا كانوا متواجدين في المكان بعد انتهاء السيطرة على النيران اللي كانت مشتعلة، ورفعوا الأدلة الجنائية من داخل المصنع عشان يفحصوها ويحددوا أو يقفوا على السبب الحقيقي اللي أدى لاشتعال النيران. هل هو بالفعل ماس كهربائي ولا في أسباب أخرى؟ ده اللي هيحدده رجال المعمل الجنائي خلال الأيام القليلة اللي جاية. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الجعفري، الصحفي أو صحفي أو الحوادث بجريدة اليوم السابع.